تدخل المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في محافظة البيضاء مرحلة جديدة في مهمة تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي، فالعمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقها الجيش في المحافظة حققت انتصارات ملحوظة بعد أن سيطر على مواقع وصفها بالمهمة والاستراتيجية. هذه التطورات أربكت التواجد العسكري لميليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، ما دفع إلى تعزيز تلك الجبهات بالمئات من المقاتلين في محاولة لاستعادة ما خسرته خلال المعارك. المعلومات الواردة من الميدان تقول إن الجيش خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة الملاجم، وسيطر على جبال دير وشعب قرض ووادي فضحة من الجهة الجنوبية. وبحسب إعلان الجيش فإن المعارك أسفرت عن مقتل 30 من عناصر الميليشيا خلال المواجهات والاستيلاء على أسلحة متنوعة. يسعى الجيش من خلال العملية العسكرية إلى تطهير وادي فضحة والمناطق المجاورة تمهيدا للتوغل في المديريات التي تقع وسط المحافظة لأهميتها، وقطع خطوط الإمداد على الميليشيا في المناطق التي تقع بمحاذاة المحافظات المجاورة. هذا التقدم يمكن الجيش الوطني من تحقيق انتصارات في الجبهات الأخرى بالمحافظة كمديريات ذي ناعم والزاهر والقرشية والربيع وغيرها. وتبقى معركة البيضاء مفتوحة على كل الاحتمالات والحسابات التي يسعى الجيش من خلالها لإحكام قبضته على المحافظة وسط مساع للميليشيا السيطرة عليها بشكل كلي.